اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مقطع جديد وحلقه جديده. اليوم جايب لكم يا صديقي افضل شادر لماينكرافت للجوال لتحديث 1.13.60. فالمهم هذا الشادر بحثت عليه ولقيته مره يا صديقي اسطوري. راح اترك لكم رابطه في الوصف. وكيف يا صديقي انك تحمله؟ بس انك راح تحمل الرابط وتضغط عليه، يعني تحمل الملف وتضغط عليه، بعدها راح يدخلك لماينكرافت مباشره وراح يعني يسوي لك الشادر تلقائيا. فالمهم يا صديقي، كما تشوفون الحين دخلنا الى المحيط حق البحر. فاشي مرة اسطوري. دقيقة بس اجرب. واو والله اشي جامد. كما تشوفون اللافا تتفاعل يعني مع الضوء وتعطينا ضوء حلو. فوالله اشي مرة اسطوري يعني. ول 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 اوكي دقيقة اجربها هني. يا والله تعطي اضاءة في الاماكن المظلمة. كفو. فدقيقة أجرب التورتش واللافا كمان في الكيف. أوكي واللي شوفوا يا جماعة الخير، الكيف كأنه واقع عن جد. والله إشي أسطوري يا صديقي عن جد. فكم مرة قلت عن جد؟ وين؟ أوكي دقيقة نبحث عن التورتش. أيوة كفو. فدقيقة أسوي التورتش ولا والله إشي محشش على آخر يا زلمة. والله إن التورتش إشي مرة حلو. فيا صديق أتمنى يعني إنك تضغط لايك واشتراك. المهم حتى الأشجار يا زلمة تتحرك. واللي شوفوا يا جماعة الخير الشمس كيف دائرية وكمان كأنها واقعية، والظلال حق البلوكات. دقيقة راح أذهب أجرب صيد السمك في الغروب. والله إشي جامد. حتى إذا عندكم كده الشتاء سواه في ماينكرافت كأنكم تصيدون. إشي يا صديقي والله حلو. دقيقة راح أصيد الحين سمكة وإن شاء الله يكون حظنا حلو ونصيد سمكة عن جد. أوكي راح ننتظر يا صديقي في الغروب. إشي حشش. أيوة والله جبنا السمك. إشي مرة أسطوري. أنا أحب ماينكرافت لهذا السبب. أسطورية. في ناس مرة تقول الموقعية وكده، بس أنا ما I don't care. أوكي فالمهم كده نكون وصلنا لنهاية المقطع يا صديق. أتمنى إنك تضغط لايك وتشترك في قناة ما كنت مشترك عشان يوصلك كل جديد. فترى التنزيل يا صديقي يومي وأنا عن جد قاعد أتعب. ف peace out.